هذا الغرفة يا جماعة راح يكون استوديو جديد للقناة، وهذا الرسم يوضح لكم كيف راح يكون الاستوديو، مع أن الرسمة الله أكبر عليه كأن الطفل رسم هذا الرسمة، فحاولوا أنكم ما تركزوا على هذا الرسمة. إنزين وين نبدأ؟ راح نبدأ في الصبغة يا أخوان. هذا الجدار راح أصبغ هذا الجدار لون رمادي داكن، راح أصبغ هذا الجدار. إنزين أما هذا الصوب هنا، شوفوا هذا المكان مع أنه ما يبين في الفيديو، أهم شيء هذا المكان بحط أخشاب. إنزين من هنا لحد تقريبا هنا، يعني لحد هنا كذا. إنزين من هنا لحد هنا تقريبا 192 سنتيمتر، والطول راح يكون اللي هو مترين. إنزين الطول راح يكون مترين والعرض 192 سنتيمتر. حلو، أنتم معاي صح؟ إنزين هذا الصوب بحط رفوف، واحد فوق واحد تحت، بحط رفوف. أما هنا بحط اللي هو السيلينج لايت، الإضاءة راح تنزل من فوق لين تحت، إضاءتين، واحد هنا واحد هنا. إنزين من فوق لين تحت إضاءتين، أنتم متخيلين صح؟ يعني إضاءتين. حلو، أما هذا الصوب في هذه الزاوية بحط شجرة مزيفة، لأني ما فيني بارض إن أسقي زراعة، فبحط شجرة مزيفة هذا الصوب، ويمكن هذا الصوب بعد بحط شجرة ثانية، شجرة الخنزيران وشجرة الموز، ولكن طبعا فيك يعني مزيف. إنزين إيش بعد؟ أما هذا الصوب بحط اللي هو أكوستيك بانل، على أساس نخفف من هذا الصدى اللي تسمعوه الحين، فبحط أكوستيك بانل في هذا الصوب، ويمكن هذا الصوب. إنزين بحط واحد ثاني هنا وغيره هنا وهنا وهنا، بحط أكوستيك بانل. وهذا هنا في النص يا جماعة، هنا في النص بحط طاولة كبيرة على أساس نعمل معاينة، فبحط طاولة كبيرة في هذا المكان، والخلفية راح تكون هذا الصوب. إنزين الخلفية راح تكون هذا الصوب، فهنا بحط الطاولة حال معاينة، كما قلت لكم هناك أخشاب، رفوف، إضاءة، إنزين أشجار، أكوستيك بانل، وبس تقريبا هذا اللي بحطه الحين. وإن شاء الله في المستقبل راح نضيف أشياء ثانية لما يتوفر الميزانية يا أخوان. إذا كان عندكم أفكار واقتراحات ثانية اكتبوا لي في التعليقات، لأن بصراحة جماعة الخير قاعد أدور على أفكار. إذا كان عندكم أفكار ثانية راح نضيف في هذا الرسمة أفكاركم، هذا الرسمة. إنزين فأيوه أنا عقيت الحين، ودعموني باللايك والشير والاشتراك، بصراحة أنا متحمس أصمم هذه الغرفة وأحولها إلى استوديو جميل. أشوفكم على خير، سلام.